شلونكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم عندنا رحلة جديدة راح نطلع انا وديفيد الى متحف الحيوانات المنقرضة اللي محنطيها في مدينة لوكسمبورغ. الشوارع مع مدينة ضيقة وبنفس الوقت كل شارع في بناية مختلفة تتمعن بيها، يعني سوي لك واهس تمشي بين قوسين. وديفيد مصدوم يريد يروح بسرعة. هذا متحف حبيبي. جماعة طبعا قلنا لهم انه احنا جايين من اوكرانيا فقالون الدخول مجاني، فيلا خلينا برحلتنا. واو ديفيد مصدوم الان حاليا عباله هذا شخص حقيقي يقول هلا ديفيد يقول هلا. هم دخلنا لقينا هذا الديناصور الكبير، هذا الشيء مجسم للديناصور الحقيقي. ديفيد حاليا مصدوم، تعال ديفيد، خايف كلش. شوف شد نظري هذه الزحليقة اللي موجودة فوق، يعني اكيد انه احنا اثناء ما راح نتجول في المتحف بعد من الداخل راح نوصل لهاي الزحليقة. شنو هذا؟ ديفيد خايف. أنا لا أسد 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 لا يا جماعة هذا النمل الأحمر، هذا أخطر أنواع النمل، هذا يؤذي يموت يدمر. شوفوا بقى يا جماعة شون شايل الأكل اللي توديه من مكان لمكان. ها كنا نشوفهم بأفلام الكارتون. من يشوفون هذا يقولون هذا شخص حقيقي، لكن المقابل هذا مجرد تمثال من الشمع. لكن شوفوا الدقة، ما راح تقولون هذا إيد حقيقية؟ باع هالفرق، شوفوا ماكو أي فرق. شوفوا هذا يا جماعة القرد على الكتب. باع وصفه خالي النمر بس لا راح يتفسد. هذا ثور يا جماعة، باو هذا ثور. شنو ديفيد؟ شنو ديفيد؟ واو شنو هذا بابا؟ واو والله أنا ما أعرف هذا بابا. شنو هذا ديفيد؟ ما أعرف بابا. هذا الدولفين يا جماعة، هذا بسوي لكم الهيكل العظمي مالته شلون يتحرك. فباعوا عندك هذا الجزء ثابت من العمود الفقري، لكن هذا الجزء كله يتحرك. شوف هذه حركته يا جماعة، شوفوا هذا الأسفل المنقرض، فشي كبير يا جماعة، ما حتى رجلي عبارة عن ديناصور والله. هذا الهيكل العظمي هني مال واحد من الديناصورات. بابا ها ديفيد شوف هاي اشكال والنوع فيها. واو محيرني شغله واحده، شلون ديناصور يبيض ما يجي بالرغم من كبر حجمه؟ هذا ما اعرف السالفه شنو. شوفوا هاي من ايضا الطير والبيضه مالته، وهذا خفاش الليل يا جماعه، هذا هو خفاش الليل عباره عن فار على جناحات. وهذا الهيكل العظمي للانسان القديم وبنفس الوقت الشمبانزي القرد، وهذا الهيكل العظمي للإنسان. طبعا ماكو فرق، والله ماكو فرق، الإنسان والقرد واحد، بس مجرد أنه الظهر مقوس والرأس يختلف، لكن بالتفصيل حرفيا نفس الشيء. البومة بيها سر، من وين متباعون عليها تباعوا عليكم من كل الاتجاهات. شوفوا العين مالتها تتحرك وياكم من كل الاتجاه تشوف عليكم. باعوا ما هذه جثة حقيقية، هذا الإنسان من يموت، هذا متبقى مات العظام، وهذا وحيد القرن، وهذا الهيكل العظيم مات، وهذا القرن مالته، وهذا الفيل. شوفوا هذا الفيل اسمه المارثون حسب ما أذكر، لا الماموث، هذا الفيل اسمه الماموث، وهذا القرن مالته. هذا من أغلى أنواع العاج لأنه منقرض. واو هذا الدب الجليدي، بطاريق، نفس الكلاب لكن تغييرات. حيوانات موجودة بالجزء الجنوبي من الكرة الأرضية، يعني عند أفريقيا وغانا لآخره. أشكالها غريبة يا جماعة، أشكالها غريبة. واو شوف الأشكال مالتها، ما بعرف هذه النعامة محنطة
صغيرة بس خليني أشوفكم أمها الكبيرة بقى. هذه النعامة الكبيرة. هذه الأمهاي. وهذا البيض مالتها أنا جربت في أوكرانيا وكل 20 شخص يا جماعة والله بيضة كبيرة. هاي صغيرة مقارنة باللي أكلناها. هذا سرطان البحر. شوفوا شوفوا عيونه شوفوا عيونه يا جماعة. بعيونه. شنو؟ بطريق. بينغوين. هي القطة البرية. نوع من أنواع النمل لكن موجود مثل هاي الأشجار الكبيرة. وشوفوا عليه موجود صمغ. هذا مكتوب هنا أنا هذا النمل هو اللي يسوي الصمغ بين الأشجار. هذا هو الكاكتوس أو الصبار. شوفوا صقر. القط البري. يس. وهذا نوع آخر من البوم. لكن شنو هذا مو مفترس مثل ذيجة. وهذا القنفذ. وهذا قنفذ كبير. شوفوا هذه سمكة مخيفة جدا. راسها غريب. واجديها في لوكسمبورغ. شوفوا شوفوا الأسنان. هذا شوفوا 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 سبحان الخالق يا جماعة. البحر المحيط كل شيء فيه. يا جماعة المتحف كبير كبير ثلاث طوابق وبعدنا ما مخلصين. هذا وراي ثلاث حيوانات. دي وراي. بعد ما خلصنا المتحف راح ننزل من هنا ونروح لتحت. للاخر كمان ليتس جو. بننزل من الزحليق اللي كان بس الاطفال قلت له هذي طفل هذي كان اقدر اخلص وياهم. وبعدين بدي يصحى علي راح اروح انزله بسرعه. وهذا ملخص الكلام يا جماعه. شو ملخص الكلام؟ وهذا ملخص المتحف يا جماعه. خلصنا من عنده والان راح نرجع البيت. توت وين؟ شوف يدور علي. يلا شو نروح.